السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلام الناس لا ينتهي. في أحد القرى كان يسكن رجل مع ولده، وكان هذا الولد يتذمر دائما من كلام الناس عليه، فأراد أبوه أن يعلمه درسا عن كلام الناس. فقال له ذات يوم: يا بني، أخرج الحصان من الحظيرة وأجلبه إلى هنا، سنذهب في رحلة. فقال الولد: يا أبي، هل أخرج حصانك وحصاني أم حصانك فقط؟ فقال الأب: لا، اجلب حصاني فقط. ذهب الولد ليحضر حصان أبيه، ومستغرب لما يريد حصانا واحدا فقط ونحن ذاهبون في رحلة. أحضر الولد الحصان لأبيه وقال له: هيا يا أبي، دعنا نذهب واركب أنت على الحصان. فقال الأب: لا يا ولدي، لن نركب الحصان، سنذهب مشيا على الأقدام. وصل الأب مع ابنه لسوق كبير يوجد به مجموعة من الناس، فقال الأب: يا بني، اسمع ما سيقوله الناس علينا. قال واحد من الناس الموجودين: انظروا إلى هذان، معهم حصان ولا يركبان عليه. فقال الثاني: أجل، رأيتهما، هل هناك شخص لديه حصان ولا يركب عليه؟ يا لهم من حمقى. فقال الولد لأبيه: يا أبي، الناس يضحكون علينا، اركب على الحصان. فقال الأب: لا لا، لا أريد أن أركب عليه. خرج من السوق وذهب إلى مكان آخر يجتمع به عدد من الناس، وقبل أن يصل إلى المكان ركب الأب على الحصان وقال لابنه: اسمع ما سيقول الناس. قال أحد الأشخاص الموجودين: انظر إلى هذا الرجل، يا له من رجل قاسي، يركب الحصان ويترك ابنه يمشي. فقال أحد الأشخاص: صدقت، إنه رجل قاسي، كيف يترك ابنه يمشي على قدميه وهو راكب على الحصان؟ تأثر الابن من كلام الناس على أبيه، نزل الأب من الحصان وقال لابنه: اركب يا بني على الحصان. ركب الابن على الحصان وذهب إلى مكان آخر يكثر به الناس، وقال الأب لابنه: اسمع ما سيقول الناس الآن. فقال أحد الأشخاص: انظروا إلى هذا الفتى، يا له من ولد عاق، يترك أباه يمشي على قدميه وهو على الحصان. فقال شخص آخر: أجل، إنه ولد قاسي، ألا يتأثر على حال أبيه العجوز؟ بدأ الابن يفهم ما الذي يقصده أبوه من هذه الرحلة. ذهب الأب والابن إلى مكان آخر به مجموعة كبيرة من الناس، وقال الأب لابنه: الآن سنركب أنا وأنت على الحصان، واسمع ما سيقوله الناس. فقال أحد الأشخاص: انظروا إلى هذان، ألا يرحمان الحيوان؟ فقال شخص ثاني: أجل، يبدو أن الحصان تعذب معهما. فقال الأب: هل فهمت يا بني مغزى هذه الرحلة؟ فقال الابن وهو يبتسم: أجل يا أبي. فقال الأب: ماذا فهمت يا بني؟ فقال الابن: مهما فعلت سيتكلم الناس عليك. فقال الأب: أحسنت يا بني، لهذا لا تعطي كلام الناس أهمية، فمهما فعلت سيتكلمون عليك. شكرا على مشاهدتكم وعلى استماعكم. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.